الوغ السلام عليكم، نكملوا مع التصحيح ديال الامتحانات الجهويه، ودابا غادي ندوزوا لجهه الشرق. الامتحان اللي كان حتى هو بسيط بزاف وسهل بزاف، لو تيكست بسيط حتى هو دونك قصير. الوغ المشكل الوحيد اللي كان هو انكم خصكم تنقلوا الاجوبه للورقه الامتحان، ودي ماشي مشكل. تري بيان، نبداو مباشره. دونك لو تيكست راكم قريتوه، ندوزوا les questions de compréhension. D'où est tiré ce texte? Yani menin tiré nahad le texte. D'où est tiré ce texte? Alors tout simplement, Randgolo Jean Christophe. Quand je l'ai calomté bien maya, tu vas le dire, mais en attendant, d'où le nom de l'auteur, le katib ou l'oul, atijina le nom de l'kitab. Qui en est l'auteur? Je connais l'auteur, roi Romain Rolland. Romain Rolland, roi. Le catib. C'est bon? Ce texte est de type, donc tout simplement, blâme en narratif. Donc, ça le coup. Alors, quels sont les personnages de ce texte? Alors, le personnage de ce texte, donc, tout simplement, Golo, le narrateur, je vois, j'ai le narrateur, là, donc, il ici Christophe et sa famille. Il a pris إلا بغينا تلخيص نلخصو نقولو كريستوف اي سا فامي، ولا تقدر تقولو كريستوف لو بير لا مامون اي سي دونك اي سي فخير. ها تري بيان، فوالا. 4 لا سين سو باس، يعني في تيوقع واحد ليفينمون في لا ميزون لا على كونتين ولا شي دي زامي، دونك على لا ميزون. هذا هو الجواب الصحيح. شفتو الامور سهله وبسيطه. Répondez pas vrai ou faux. Le narrateur et sa famille ne manquent jamais de nourriture. Ils ne mettent pas de la maquelle ou alors. Donc faux. Le père se servait la grande part de la nourriture. Vrai. Il ne voulait pas de la hasse kbira. La mère servit son mari à table. Vrai. La mère se sacrifie pour son fils. Vrai. Donc faux. Vrai, vrai, vrai. D'accord. Très bien. ندوزو نكملو الاسئله. دونك لو تيكست هذا التصوير شويه معوج ولا يدني، دونك انا غير توصلوني التصاور وصافي. لا فامي دو ناراتور اي بوفر رولوي دون لو تيكست اون فراز كي لو مونتر، يعني تبين باللي لا فامي اي بوفر، واحد لا فراز من لو تيكست دونك سهله. تري بيان، نقدروا نقولوا il y avait des moments où l'on manquait d'argent à la maison. ها هي هاد لا فراز هادي مثلا الاولى نقدر نعتبروها حتى هي تتبين لنا بلي لا فامي بوف. عاوتاني وهادي اون نو مونجي با بوكو سي جور لا. داكور تري بيان، اما الجمله الاولى الجمله الثانيه باش نعبروا على باش نبينوا بلي لا فامي اي بوف. تري بيان، كريستوف نو فولي مونجي كون سول بوم دو تير، ديت بوكو. علاش كريستوف ما بغاش يبغى ياكل غير اون سول بوم، ما بغاش ياكل جوج ديال لي بوم دو تيغ، بغا ياكل غير بطاطا وحده، ما بغاش ياكل جوج، باسكو اي نون غيست 3، على حقاش باقيين غير 3، و فوالا، إل فو أو بيان إل فو دوني أ سا مامون 2 بوم دو تيغ، داكوغ، إل فو، هذا هو الجواب تقدر تقول، باسكو إل فو دوني أ سا مامون 2 بوم دو تيغ، تو سامبلومون. بروبوزي أن تيتر كونفونابل او تيكست، بحال هاد السؤال اللي طرحوه في جهة كازا، يعني تعطي واحد لو تيتر النص، وهاد تعطي لو تيتر النص، راه صراحة تعطى حتى في الامتحان ديال السادس ابتدائي، يعني ماشي شي حاجة اللي صعيبة، تعطي عنوان، يعني هناوكم من هنا أنكم تعبروا على الرأي ديالكم، تعطي أن تيتر كونفونابل او تيكست، تعطي واحد العنوان لو تيكست. أون فامي، أون فامي بوفر مثلا، داكوغ، فوالا، أو بيان لا بوفروتي. يعني شي حاجه اللي عندها بالفقر، عنوان عنده علاقه بالفقر. عطوني اقتراحات ديالكم ونشوف واش صحيح ولا خطا. لونك سي بوا لو بير ايتي ايغويست، ايغويست يعني اناني، نيجليجي سا فامي. رولي سي دو فراز دو مانيير اكسبريمي لا كونسيكونس او مويان دو سيكو، يعني تربط ما بين هاد الجمله وهاد الجمله باستعمال سيكو، وهاد الشيء خدمناه في اخر امتحان درت لكم تيلمون كو سيكو، وقلت لكم بلي هاد سي ou la tellement tu قبل l'adjectif en golo ben en golo le père était si égoïste si radjihna قبل égoïste
Aucune, d'où bien le jumelat tania. Le père était si égoïste qu'il négligeait sa famille. Donc, à cas comme Djabo, 10. Ou bien, comme il se servait toujours le premier, il ne restait pas assez de nourriture pour les enfants. Comme il se servait toujours le premier, il ne restait pas assez de nourriture pour les enfants. Galkri écrit fait cette phrase en exprimant la cause d'une autre manière. يعني قال لك عاود كتب هاد الجمله ونعبر على لا كوز بطريقه اخرى. فرا لو مويان دو كوز اللي عندنا عندنا كوم، ها هي كوم هي لا كوز هنايا. دونك نعبر على لا كوز بطريقه اخرى، بمعنى اننا غادي نقلبوا الترتيب ديال الجمل. نبداو بالجمله الثانيه، اي نو ريستي با اسي دو نوريتور بور لي زونفون، وهاد كوم نعوضوها نديرو بلاصتها تو سامبلومون كار ولا باغسكو ايل سي سيرفي توجور لو برومي. صافي، يعني خصنا نقلبوا الترتيب ديال الجمل. هادشي درناه وشرحت لكم عندكم شحال من مرة. 11. او كاو لا طابل سوري غارني لا مير مونجوري ا سا فا. او كاو لا طابل سوري غارني لا مير مونجوري ا سا فا. قالك هاد لا بروبوزيسيون هادي او كاو لا طابل سوري غارني، على بزاف تعبرنا واش لا كونسيسيون ولا لا كونديسيون ولا لو بيت. دونك عندنا ديجا او كاو مباشرة نقول عندي لا كونديسيون. صافي تري بيان. 12. La mère se contentait d'une seule pomme de terre afin de laisser les deux autres pour Christophe. يعني هي اكتفت بواحد البطاطا وحده باش تعطي لولدها جوج ديال البطاطا. تري بيان. ريكريفي سيت فراز اون اكسبريمو لو بوت دون اوتر مانيير. قال لك عاود كتب هذه الجمله ونعبروا على لو بوت بطريقه اخرى. دونك انت عندك تمشي تشوف لو مويان دو بوت شنو هي افان دو. نعوض افان دو باش بور، اسهل حاجه هي انني ندير بلاصه افان دو ندير دو بور وصافي، وما غنبدل حتى شي حاجه. تري بيان. ميتي لي فيرب اونتر بارونتيز او طون اي مود كو دابا لا كونجيزون. بيان كو لا مير هنايا افوار تري فان اي مونج تري بو. دونك افوار فاش نديروها هنايا في سوبجونكتيف اي اي او اي او. دونك هنايا si le plat la mère ne serait pas inquiète. Donc عندنا la قاعده ديال سي، عندنا الفيرب الثاني فاش نصرف هنايا في الكونديسيونيل بريزون. دونك الاتر فاش يكون في لامبارفي. سي لو بلا ايتي ا اي تي في الاخر. دونك فوالا، والله الا امتحان بسيط وسهل، واحد خصو يكون مراجع مزيان و فوالا، وشويه ديال المجهود راه كتجيبو دي بون نوت. صراحه هذا الامتحان هذا ديال 19 وديال 18. Sujet, un jour vous avez accompli une action généreuse. Vous avez aidé qu'il had l'imtihan hada bhal khdemt lkom annak aawnti shi wahed hkina shno hkina ala had le souvenir bhalo. Yani li mtabaa el qanat diali ghadi yaarf bli rah hna drna bhal had el mowdou annak aawnti shi wahed hkina. Donc ghir taqdrou tahfdou mathalan ou tkouni khdemti alih rah ghadi tjawbou tktbou mubasharatan. دونك فوالا، تبارك الله عليكم، وتنتمنى انكم تجيبوا دي نون نوت في هذا الامتحان. صراحه يستاهل تجيبوا فيه 19 و 19 ونص في هذا الامتحان هذا. دونك الله يسمعكم، اخبار الخير، تبارك الله عليكم.